بداية رمضان قررت أنا وريما نبلش مع بعض سلسلة ون لوك، بس اللي ما كنت عارفته إنه بسبب هاي السلسلة رح تبدأ الحلقة. بالحلقة الماضية وبعد ما اشتغلت على بيتي كتير، ريما قررت تحرق لي بيتي. ميكا؟ إيش؟ حرقتي لي بيتي؟ طب حلقة اليوم نحن رح ننتقم منها. إذا عجبكم الفيديو ما تنسون الشير واللايك والسبسكرايب، وتذكروا إنه اللايك كتير بيساعد الفيديو، فكلكم اكبسوا لايك خلينا نوصله ل 5000 لايك. وكمان إذا حابين تحضروا الحلقة الماضية حترك لكم إياها تحت بالديسكريبشن، وبترككم مع الفيديو. يلا باي. إنتي شو عاملة هون؟ أوه ماي جاد، شو كل هاد؟ مثل القلا. تالي بيك وهرب. لا 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 بيك بيك بيكا بيكا بيكا، طلع عصافير كيف بلحقوا فيكي؟ ايش هاد؟ ليش هيك؟ لا طب ما في بيناتنا ودنا، بتتذكري؟ اي صح، هي سوري نسيت، ما اخذت اشي. استني معي سلم، خذيها ما بدي اياها. ياي ببغائي انا نسيتكم. واي ليش؟ اشمعنى انت عندك اثنين؟ ضربتيني صح؟ كنت اضرب بغبغاكي. قوه العصار القاضيه. لا 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 خص خص، ما احنا ودنا اثنين، اتفقنا. تعال شوف شو عملت لك. حاولي ان تجدي المفتاح، قصدي الزر او البوتوم. فايند ذا بوتوم. ايش وين؟ في الارجاء، دوري عليه. هي بيت القديم. احذري ليش حطيت لك ازاز هون؟ ليه؟ ما لازم تعرفي على حالك، ما مزبوط احكي لك اياها. بعرف عشان تقولي تذكريني، تذكريني باللي عملتيه فيني. نتفق، خدنا. ححاول اسامحك ريما. طلعوا طلعوا الجمال، طلعوا. وين صحيح البيت اللي عملتي لنا اياه انت؟ دوري عليه. المفروض انه بجنن احسن من الاشي اللي انت عاملته هون اللي مش مف. ايش هذا كله؟ انت شفتي الاشي اللي عملته؟ يا جماعه بحب احكي لكم انه مشروعي ناجح، وانه قدرنا نعمل هون زومبيز عشان نستفيد منهم. ليش الكريبر ما بنحرق كل اشي؟ لانه لا بيكا هات ايدك، تعالي والله انتقم منكم. ايوه برافو عليك، روحي. شايفين هاد؟ حنحتاجه. ليش العصافير جايين لعندي؟ مالهم خافوا منك؟ عصافيري؟ اه سوسو شفتوا انا ما دخلني، هي غبيه من نفسها، هي غباها من داخل راسها جاي. اعتقد انه اكتشفنا انه انا لازم احط هون اشياء يعني عشان بس ما اضل انتحر. عادي تعطيني بكاكس لو سمحت؟ ما معي اصلا. عادي ما بدي. طب اسمعي، عادي تعطيني سلم؟ هي هون موجود سلم، تعالي روحي شوفي البيت. بدي احط السلم عشان اطلع للبيت. غباء، تعال. يا الله انا شو قلت لك؟ فايند ذا بوتوم صح. طب ليه كل هاد؟ حاولي ترجعي مش حتعرفي. لا ها انا ذكيه على فكره. ايش هاد؟ ايش هاد؟ في كثير بوتومز هون. ريما 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 لقيت ريما. حاولي ترجعي. اوكي 5 minutes later. عندنا باندا. هاي باندا، مش الباندا مات؟ احكي لي اسف على كل شيء عملتيه في الحياه عشان افتح لك الباب. على فكره انت اللي عملتي كل شيء، انت دمرتي بيتي ودمرتي مستقبلي ودمرتي. انت انسانه ما بتكفي بوعودها، انسانه خاينه. شو خنتك انت؟ كان المفروض حبت. نحن ليه كثير عم نتجادل؟ لا صح بيكا خليكي انت جوا. كيف؟ خلص هاي للعباقره فقط، ممنوع تكسري الباب. هاد ما بيفتح. منع بات، اسمك انا اخذ ميثاق على عهد. هذا بيفتح؟ لا مش هاد. يا بيكا لا لا تكسري. حسبتك عامله خدعه سحريه. استني شوي. لقيتها 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 خدعه سحريه. اسمعي، في قوانين بدها تنحط. تعالي، ممنوع منع بات، نكسر اي باب. اوكي. ممنوع نهائيا نكسر اي شمعه. ليه؟ ممنوع. انت قوانين اللي بدك اياها، بس اهني انا عم بحط هلا قوانين. كل الايرن بيجي لعندي، كل الايرن الي. اوكي كل الدايموند لي. I don't like this. Cut. Cut. ريما روحي 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 على البيت ظبطي، روحي على البيت ظبطي. اوكي اوكي بروح البيت. روحي روحي. ايش هاد؟ ايش هاد؟ لا 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 ريما ريما ليه تركتيني؟ ريما 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 لا 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 حموت حموت حموت. باي 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 باي. طب بعدين بعدين مش شايف. لا لا بلحقني. لا يي قتلتي بغبغائك. او ماي جاد، لونه ابيض. اعملي له قبر. انا مش متعوده اعمل قبوره، انت الواضحه متعوده. بدنا نحطه بمكان نتذكره فيه دائما. يلا وين؟ هون. ما شاء الله، اوكي ما شاء الله عليك الهندسه واضحه.
بنحط هون عشان يضل ينور قلبنا. ايوه نسكر عليها. هاي قبر. شو هاد بك؟ شو هاي؟ هذا قبر تدخلي له من هون. هاي الباب. اسمعي هلا انا 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 كان ببغائي وكنت احبه بس ما في داعي نعمل القبر. اوكي. في حزن بعينيك يطأ الارقام. سوسو احكي لكم اشي عن سوسو. كان سوسو, سوسو كان اسمه؟ ما يتركني. ما هلا قررت انه اسمه سوسو. سوسو كان سوسو ما كان يتركني. سوسو كان معي كل لحظة، كان معي بكل ثانية. كنت لما أوقع أطلع لأي فوق عم بيستناني. كان دائما عيونه تشع بالحب والحنان. سوسو راح بس راح لهدف نبيل. نبيل ولا محمد؟ طيب اسمعي ما تجي لهون بالمرة أوكي، لأنه بدي أخلص على الزومبيز. يلا هيني هون أنا. اسمع بدي أعمل فيها مقلب هلا، بس أول إشي بدنا تي إن تي، والحلو إنه كتير معنا جن باودر من هذا الإشي الغبي اللي أنا عمليته ورا. فأول إشي بدنا تي إن تي. واحدة تنتين تلات أربعة بكفي صح؟ بدنا برشر بليت عنا، نحن جاهزون. سنأورجيكم هلا بدنا نروح نرتب البيت، نروح نعمل ديزاين. أول إشي لازم هون نعدل عند الباب. لا 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 ريبا 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 لا 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 ايش صار؟ ايش صار؟ ايش صار؟ ايش ايش في بكاريوكي؟ كان في كريبر فقع. وين؟ كل هذا الانفجار بس من كريبر؟ اه انت فجرتي نووي هون اشي؟ لا كان في ثلاثة كريبر طلعوا مع بعض فجأة، فجأة هيك من لا مكان في ثلاثة كريبر طلعوا وفقعوا مع بعض. اوكي الحمد لله على سلامتك، اهم شي سلامتك. الله يسلمك يا رب. اوكي يلا راح اكمل انا. اوكي باي. من حفر حفرة لي اخي. 5 minutes later. تعالي اسمعي عملت اشي فوق خرافي. اوكي هيني جاي. بس اسمعي عشان تطلعي عملت مدخل خاص. اخذ سيفي احتياط، بلاش تكوني انسانة غدارة. انا؟ اسمعي بس هذا الدرج ما حبيته، هذا الدرج مور لائق للستايل الاشي اللي عملته فوق. فيكي شهد. اطلع الدرج بس في اشي ملوكي فوق. بالدرج هاد؟ اوكي. لا 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 ايش في؟ ماله 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 بيكا 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 في 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 ايه لين فجر؟ ايش صار؟ غريب ليه هيك؟ ار يو اوكي؟ اجا كريبر مرة ثانية؟ اجا كريبر مرة ثانية؟ ريما اسمعي اسمعي خلي مسافة امان. دامي الباندا تبعك. انت خنتي هلا الميثاق والعهد اللي بيننا. انت اللي خنتي بالاول. احنا ما كناش متصالحين اصلا. حرقتي بيتي. لانك انساني كذابة، كنت كذبتي على المتابعين وكذبتي علي وجبتي متابعين فيك وحكوا لي بالتعليقات انه البيت لإلك والبيت كان المفروض لإلي. هدول متابعيني. انت جبتي حسابات قعدتي تعلقي لنفسك. علقولها ورجوها انه انتو حقيقيين. ريما انت حكيتي عن متابعيني، ودعي الباندا. لا لا اسمعي انت حتودعي حياتك من هون لاخر يوم في عمرك. لا لقد وقعت الحرب بيننا وبين بلادة تسمى ريما. موت. تعالي تعالي انا مش حسامحك مش حسامحك، خربتي مستقبلي. ايش هاد؟ ليه ما بتضربي؟ حركة 360 موتت. ليه ما اعطيني السيف؟ شو المفروض لمسامح كريم؟ انا مو كريم انا منار. انا رح اعمل بادرة خيرية بيكا واقول لك اللي فات مات وخلينا نبلش بداية جديدة، لانه لازم نروح على النذر، لسه قدامنا مشوار طويل وبدنا نروح نقتل التنين. اوكي اقنعتيني. اسمعي رح ابلش اضبط بالاشياء اللي هون واجمع ماتيريال اضبط البيت، وكمان بدي طال كيف بتنص بتطلع علي. وكمان بدي اروح اعمل بوابة النذر. انت بس المطلوب منك. اوكي اجمع لك موارد. ايوه بس حاضر. بدي اورجيك شيء كثير مهم. تعالي وراي. ما يكون تراب. لا 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 لا. اوكي يلا روح. تعالي افتح الباب. اوكي 1 2 3 او ماي جاد. لا البسه البسه ماتت. اوكي مش مشكله خلت تموت. حنروح على النذر. بدك تروحي على النذر هلا ولا خليني اعمل المزرعه عشان نروح بخبزتين على الاقل؟ وين بيكا؟ لا ريما في اصوات. اجي معك؟ طيب يعني اذا ممكن لانه انا خايفه شوي. جاي انا والدايموند. لا 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 الدايموند تتركيه هناك.
دايما ما تجيبيه معاكي على مكان زي هون. خدي هاي واحدة لك كمان. عم توزع دايموند. حنرجع بدون دايموند وهني بحكي لكم عشان تكونوا عارفين. ليش الناس بروحوا على النذر بماينكرافت؟ الناس بروحوا على النذر بماينكرافت عشان يجيبوا الإشي الأصفر الطويل هذاك. بدنا نجيبها وبدنا نروح نقتل الإندر عشان نجيب العين ونحطهم مع بعض عشان نقدر نفتح بوابة التنين. اوكي خلص استوعبت عليك تمام. موفقة بالرحلة تاعتك. لا تعال وين رايحي تركيت؟ ديما نحن بهي مع بعض، نحن هون مع بعض. اوكي ركزي معي بيكا، لازم وحدة تروح تستكشف النذر شوي صغيرة، وحدة تعمل مزرعة عشان ناكل ولا عم ناكل. او ماي جاد او ماي جاد شو هالتعمل؟ بيكا اذا عملتي طريق بالنذر وقدرنا نمشي فيها هلا وبدون هاي الكلبة ما توقفوا هنا، روحي احمينا منها وهيني جايتك بخلص المزرعة بجيكي انا والخبزات تعوني. اوكي ريما اذا ما رجعت اعملي لي قبر حلو. ولا يهمك، احلى قبر. باي 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 ريما. يا جماعة اليوم رح امشي مع حدسي، وحدسي بقول لي انه القلعة من هون، فخلينا نبلش نحفر الطريق من هذا الطريق. نحفر الطريق من هذا الطريق. ما شاء الله لغة عربية فصحى. طلعوا بدي اورجيكم قديش صرت حافرة، وهون في اشي كتير كتير قيم. ريما مش بدي اورجيكي شغلة بس لما تيجي. انا تحمست. يلا تعالي بدنا نعمل دروع عشان نقدر نروح مع بعض. اجيتك. خدي دروعك، خليني اخذ دروعي انا. يلا البس دروعك بيكا. هون في دروع؟ لا 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 ايش هاد؟ ايش هاد؟ استني استني شوي استني اعطيني اياها هي اعطيني اياها. تعالي تعالي. بس بدي احكي معك كلمة. تعال تعال تعال. ما ايش اشيلها في ديما. خليكي مكانك، ما تتحركي ما تتحركي. ريما 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 ماي جاد خلاص. لا باي فنانة. وينك ريما؟ وينك ريما؟ ليش ريما؟ البيت راح، كل اشي عملناه راح. كيف بس كان التراب؟ بالله عليكي كيف كان؟ وكنت عم بقول لك انه نحن بلشنا نشتغل مع بعض وهيك، كنت فخورة فينا. بيكي شو عادات؟ مش عالم بني ادمين، هذا عالم اغبياء. احلى شيء انه بس الاشي الوحيد السليم تبع الزومبي. ايوه وقبر سوسو. سوسو هون تخي مش عارفه ايش احكي لك، ولا حتى اصلا رح توثق فيه بعد اليوم. ريما انت مش متخيله مقدار كرهي لك، يعني حاليا انا بس كل الافكار عم بفكر فيها هي افكار جهنميه. اعتقد اكتشفنا اكتشاف. اه اللي هو انا وياكي ما بزبط نكون تيم ميت. انا منه علي التزمت امتى التزمتي؟ امتى التزمتي؟ رحت وحفرت وكنت عم بظبط عشان نعمل. لا تضربيني انا خاويه شو اسمه الاسلحه. حرقتي بيتي فانا انتقمت منك، هلا انت رجعت انتقمتي مني، يعني انا لازم ارجع انتقم منك. لا مش لازم ترجع تنتقم مني لسبب. او اقول لك تعالي 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 صار الموضوع. عم بستنى حاليا وما بترسمي، صار الموضوع مشوق بالنسبة لي. اي 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 خليني اكمل جملتي. طيب والله بدي احكي جملة مفيدة. احكي لي يلا بيكا. هلا صار الموضوع نسبة مين افضل احنا بماينكرافت، انا ولا انت؟ انت الافضل ولا انا الافضل؟ اوكي الموضوع كالتالي، اللي بيفوز وبقتل التنين اول، او اللي باخذ بيضة التنين اول. لا بدنا واحدة من التنتين نقتل التنين ياخد بيضة التنين. دن اللي بياخد بيضة التنين اول هو بيكون ملك ماينكرافت. اوكي موافقة؟ موافقة. بتعرفي ايش؟ اول اشي بدي اياكم كلكم تكتبوا بالتعليقات مين بتعتقدوا احسن، وتاني اشي الحلقة الجاي حتكون الحلقة الفاصلة بيني وبين ريما، حنروح على حنلم موارد، حنروح على الاند وحنحارب التنين، واللي بتجيب بيضة التنين بالاول هي ملكة ماينكرافت، والتانية لازم تمسح ماينكرافت لمدة اسبوع. انا موافق، بختار صورة من جهازك إذا أنا فزت وتنزليها ستوري. I don't like this. أو بس تنزليها ستوري، خلينا نرفع ليفل التحدي شوي، أو يحكوا لنا إني بالتعليقات تحطيها بروفايل للإنستغرام تاعك لمدة 24 ساعة. أنا بختار الصورة. طب اكتبوا لنا تحت بالتعليقات مين بتعتقدوا التحدي أحلى، نمسح ماينكرافت لمدة أسبوع
ولا نختار صورة من تليفون الثاني ويحطها بروفايل بيكتشر لمدة أسبوع. وبس بنشوفكم بالحلقة الجاي. يلا باي.